صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والنور والإشراق على الإمارات أغلى وطن. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا فيكم في هذا الصباح الجميل، الصباح البارد، وفي حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع أحلى إذاعة، إذاعة نور دبي. صباحكم هذا الجميل، معاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال، وأبغي اليوم أشكر جميع المستمعين اللي معانا، وأيضا الفريق اللي موجود أو الطاقم الموجود اللي معانا اليوم من تنفيذ وإخراج وإعداد، وبداية بمخرجنا المميز وائل قواسمة، ومع التنسيق ومع أفضل أخت وأحلى أخت، أختنا ميرا الغفلي. أرقام التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. أعزائي المستمعين، اليوم عندنا حلقة مميزة، وفي هالحلقة بنناقش بعض الأشياء، منها آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية واللي بتختص في اللياقة البدنية، ومن عقبها بناخذ آخر المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي والفقرات المهمة، نفس الفقرة التغذوية والفقرة الطبية. بدايةً بنتكلم شوي عن خبر عالمي ممكن يحدثنا أكثر عن اللياقة البدنية، وخاصة مع هالأجواء الجميلة ومع الجو اللي صاير يحفزنا ويحفز جميع المستمعين وين ما كنا، إن مثلا ننطلق ونمشي ونحاول أن نكون على قد ما نقدر في أحسن اللياقة بدنية. ففي له علاقة بين التطبيقات الذكية واللياقة البدنية؟ خلنا نشوف هذه الدراسة الحديثة شو أخبرتنا أو شو أظهرت. أظهرت دراسة جديدة أن التطبيقات اللياقة البدنية التي تستخدم لمراقبة الحركة والنشاط تتوفر فيها الكثير من الفوائد. ونظرت إحدى الدراسات التي نشرت الأسبوع الماضي في العديد من التجارب، ووجدت أن استخدام برنامج لمراقبة الحركة البدنية يمكن أن يزيد من النشاط الأسبوعي والخطوات اليومية. واتضح أن مراقبة الأنشطة البدنية قد زادت بين أكثر من 60,000 مشارك، وهذه من ناحية النظر إلى هذه الدراسات الطبية الشاملة. ودرس الباحثون بيانات أكثر من 121 تجربة، وهي تجربة تحكم عشوائية، وأكثر من 141 من الدراسات المقارنة لمعرفة تأثير شاشات التمرين مثل الموجودة في تطبيقات الهاتف على النشاط البدني اليومي والمعتدل والقوي ووقت الجلوس. وأظهرت الأبحاث التي أجراها قسم الصحة العامة بجامعة كوبنهاجن أن استخدام تطبيقات اللياقة قد أدى إلى زيادة في النشاط البدني اليومي بما يعدل إلى 1235 خطوة في اليوم، والنشاط البدني المعتدل والقوي بمعدل 48.5 دقيقة في الأسبوع.
بما ان نحن نتكلم عن اللياقه البدنيه وعن الـ عن الـ عن الـ عن الصحه وعن التطبيقات الصحيه وعن استخدامنا للهواتف في الفتره او في الاونه الاخيره، شفنا ان الفوائد الكثيره التي منها التطبيقات الهاتفيه، وكيف ان الهاتف ساعدنا في كثير من الاشياء خاصه الهواتف الذكيه، منها ان تتابع لياقتنا البدنيه، ومنها فيها فقرة مميزة، وفي فقرة مميزة نحن نبغى ندخل فيها الحين ونستضيف معانا الأستاذة أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة، نتحدثنا بالوسائل التواصل الاجتماعي وأهم اللي يتداول فيها في صفحات الهيئة والصفحات الأخرى. صباح الخير أستاذة أسمى. صبحكم الله بالنور سرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. إني ناخذ بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها نحن بادين دائما الأشخاص يقولون شو الأشياء اللي نقدر ناكلها كوجبات خفيفة، شو الأشياء اللي نحن نقدر نعرف كم سعرة حرارية ممكن نحن ناكلها في اليوم، وهي كلها قمنا بنحط مجموعة من النصائح والأسئلة اللي بنقول فيها كم هي السعرة الحرارية. يوم أمس حطينا مجموعة من الأشياء، وهي إذا كان رغيف خبز كامل النخالة مع 3 ملاعق صغيرة من الحمص، كم تتوقعين دكتورة السعرة الحرارية؟ ممكن أنا أقول لك أسمني أنا أردي شفت شاركت في الموضوع وخذيت هذا حوالي 150 سعرة حرارية، بس نبى نذكر أستاذة أسمى أن هاي كاملة الحبوب النخالة، الصورة يمكن ما مبينة أن الرغيف هذا ممكن كاملة الحبوب، صح دكتورة؟ يمكن ما كان أسمر شوي. هي رغيف، وعشان نحط المعلومات مكتوبة اللي هي رغيف مع المقاسات الصحيحة، لأن ممكن حنشوف معلومة ثانية في موقع ثاني تكون المقاسات مختلفة. نعم. تفاحة صغيرة غير عن تفاحة كبيرة، رغيف صغير غير عن رغيف مثلا كبير، فهاي الأشياء نحن نكتب التفاصيل تكون مكتوبة في الصورة لضمان أن الشخص هذا بالضبط يعرف كم سعرة حرارية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها حطينا فيديو حول طريقة اللي رحب فيها مركز عود نيتا تطعيم كوفيد-19 للأطفال من 5 إلى 11 سنة اللي يأخذون تطعيم فايزر بيونتك. طبعا المركز مركز عود نيتا يعمل على مدار الأسبوع، أوقات العمل يعني في الويكند تكون مختلفة عن الأيام العادية، لكن هم يعملون أو المركز الوحيد اللي يكون مفتوح طول فترة الأسبوع. ايضا المركز كان مسوي وايد اشياء مثل فعاليات رسم على الوجه، العاب، كلها لانه اضيف اجواء ممتعه للاطفال اللي ياخذون يتبرعون. كيف ممكن واحد يحجز موعد؟ يمكن هذا من خلال تطبيق هيئه الصحه بالدبي او من خلال خدمه الواتساب على الرقم 8342. هذا بالنسبه للتطعيم. اليوم كنا حاطين رساله صباحيه جميله جدا في حساب هيئه الصحه، نحن تقريبا يوميا الصبح نحط رساله ايجابيه او نصيحه مهمه في على تويتر، ونصيحتنا اليوم تقول: هل ترغب بتنظيم اجتماع؟ قبل ذلك فكر في هذه النقاط: ما هو الموضوع؟ هل يمكن ان يتم انجازه من خلال مكالمه هاتفيه او بريد الكتروني؟ من يجب أن يحضر؟ ما هي أجندة الاجتماع وكم هي مدته؟ الوقت قيم ومهم للجميع، لذلك اجعل ما تريده واضحا ومحددا. نلاحظ بعض الأشخاص يدخلون من اجتماع لاجتماع من اجتماع لاجتماع، لكن لما نشوف مثل الأوتكم أو النتيجة ممكن هذا كان ضيع وقته أكثر من أنه استفاد منه. اجتماعات مهمة، لكن إذا نحن سألنا هالأسئلة وحددنا شو الأشياء نباها بيكون اجتماع سريع وأيضا مفيد. فكل ما كان يعني نحن نباه واضح من الاجتماع، كل ما كان نتيجة الاجتماع أفضل. تقريبا هاي كانت نصايحنا اليوم وخلال 24 ساعة الماضية، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة أسمى الجناحي، ونتواصل معاكم بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء في برنامجكم، برنامجكم المميز برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي.
نذكر بأرقام التواصل على 600-551-4414 وعلى الرسائل النصية 4006. بعد ما خذينا الخبر عن اللياقة البدنية وعن كيف ممكن الغذاء يساهم مثلا على المواقع التواصل الاجتماعي، مثلا الغذاء نفسه أو الرغيف اللي خبرتنا الأستاذ أسمى الجناحي، إذا خذينا مثلا رغيف كامل الحبوب مع ثلاث ملاعق من الحمص، كم سعرة حرارية بتأدي؟ خاصة في هالأجواء مثلا ممكن يكون الجو شوي بارد، أو ممكن يكون عندنا قرمشات ناكلها في خلال اليوم أكثر من الأوقات الآخرة، فحساب السعرات الحرارية ممكن يكون طابع جيد أو يدل على نوعية الأكل اللي ناكله، لأن السعرات الحرارية تنحسب من المعدل اليومي. وبما أن نحن نتكلم عن التغذية، حابين اليوم نتناقش في شيء مهم جدا، وأتوقع معظم الناس إذا ما سمعوا عن هذا عن الحديد وأهمية الحديد، اليوم بنتناقش عن الحديد. الحديد هو أحد أهم العناصر الغذائية للإنسان، ونقص في هذا العنصر يمكن أن يسبب مشاكل صحية كثيرة. حسب ما تقول الدراسات والبحوث العلمية، فإن من بين أعراض نقص الحديد هو الجهد مثلا، والإرقاء، الإلهاق الشديد، والتعب، والصداع، والدوار أو الدوخة، خاصة إذا هذا أدى إلى فقر دم. الحديث عن هالموضوع يسعدني أن أستضيف معاي اليوم عن طريق الهواء الأستاذة عايشة القمزي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. الأستاذة عايشة، صباح الخير. صباح النور، أسعد الله صباحكم بكل خير، الأخوة والأخوات المستمعين من الطاقم الإذاعي ومن اللي يسمعون عبر أثير إذاعة نور دبي. صباح النور دكتورة. صباح النور والسرور. طبعا نفس ما تفضلتي وتكلمتي عن المقدمة الجميلة هاي عن فقر الدم بسبب نقص الحديد، هي تعريفها الطبي هي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء اللي وظيفتها أصلا أن تنقل الأكسجين إلى أنسجات الجسم. فعندما يفتقر الجسم كمية كافية من الحديد، فإنه لا يستطيع أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء اللي بتنقل لي الأكسجين لجميع أعضاء الجسم، وهذا بيؤدي لي إلى حدوث فقر الدم، وهو وايد شائع في المجتمع. طبعا فقر الدم له أنواع عديدة، لكن من أكثر الأنواع اللي هي بسبب نقص الحديد. في هذه الحالة بيكون لون وحجم كريات الدم الحمراء أصغر وأشحب قليلا في اللون عند الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد مقارنة بالحالات العادية. إذا كان الإنسان ما يستهلك كمية كافية من الحديد، أو إذا فقد الكثير من الحديد لأي سبب طبي ممكن، لا يمكن للجسد أن ينتج الهيموغلوبين الكافي، وبيكون معرض للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد في نهاية المطاف طبعا. ومتى يحدث هذا؟ عند تناول كميات حديد أقل من احتياج الجسم اليومي، أو عند اتباع أي عادات غذائية خاطئة مثل اتباع حمية غذائية نباتية. طبعا احنا هنا ما ننكر عن فوائد المصادر النباتية، بس لأن الحديد يوجد بنسب كبيرة في اللحوم والأسماك، كما أن كمية الحديد اللي يحتاجها الجسم تعتمد على حسب العمر وعلى حسب الحالة، مثل الحوامل والرضع تختلف الكميات اللي هي لازم يستهلكونها. بالنسبة للأغذية اللي هي غنية بهذا العنصر أو المعدن، عندنا نوعين من المصادر اللي هي المصادر الحيوانية والمصادر النباتية. المصادر الحيوانية عندنا نفس اللحوم الحمراء، وعندنا الدواجن، وعندنا المأكولات البحرية. بالنسبة للمصادر النباتية عندنا اللي هي الخضروات اللي فيها الداكنة مثل السبانخ والبقدونس، وأيضا بعد الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش. في أحيانا في السوبر ماركت تقدرون أيضا أن تلقون اللي هي الكورن فليكس ولا حبوب الإفطار، تكون مدعمة بالحديد، وتقدرون تلقون بعد أول بعض أنواع من الخبز والمعكرونة يكون أيضا مدعم بالحديد أو معادن أخرى. بس استاذنا نحن ما بيعتمد على مثلا خلنا نقول شو اللي افضل، او القيم الغذائيه تكون افضل، هل هي مثلا في مثلا الكورن فليكس او السيريال، او هل هي في المنتوجات الطبيعيه سواء كانت دواجن او لحوم حمراء او مثلا الورقيات الخضراء.
وطبعا المصادر الطبيعية هي تكون أفضل، والجسم يمتص الحديد من اللحوم بصورة أكبر من المصادر النباتية الأخرى. فإذا كان الإنسان يعني هو أي شخص هو نباتي ولا هو يركز على أن الأطعمة النباتية وما يحب تناول اللحوم، لازم نتأكد أنه يستهلك كمية كافية من الأطعمة النباتية الغنية بمصدر الحديد. نعم دكتورتنا، هل أو أستاذتنا عائشة، هل ممكن شوية تفصلين من ناحية مثلا الفئات السنية العمرية؟ هل مثلا الأطفال لهم نسب حديد أكثر، أو المرأة الحامل، أو المرأة المرضعة، أو هل مثلا كبار السن، هل في فئات معينة يجب التحديد فيها أن نسبة الحديد مفروض تكون أكثر عن غيرها من الفئات العمرية؟ هي نعم، الحوامل والمرضعات هم أكثر فئة تحتاج إلى كمية كافية من الحديد، وطبعا هذه الكمية الدكتور يحددها بالنسبة لحالة الحامل ولا المرضع. لكبار السن أيضا يعتمد على حسب أوزانهم، على حسب احتياجهم اليومي. بالنسبة للأطفال احتياجهم يكون جدا عادي، بس الواحد لازم يركز على الحوامل والمرضعات بشكل خاص. في نقطة مهمة أيضا أحاول أبا أن أنوه عليها، اللي هو لتعزيز الامتصاص، لأن أحيانا الناس يستهلكون كمية كافية من الحديد، لكن إحنا نبغي الامتصاص يكون معزز في الأمعاء. فشو لازم الإنسان يوم ياخذ يستهلك اللي هي المنتجات الغنية بمصدر الحديد، لازم يختار أيضا أطعمة غنية بفيتامين سي اللي هو فيتامين جيم، عشان نعزز امتصاص هذا العنصر، وذلك من خلال شرب عصير الليمون ولا عصير البرتقال، لأن فيه فيتامين سي عالي. لكن في حالة أن الشخص ما يبغي يشرب عصير، ولا مثلا ما يحب الليمون ولا البرتقال، عندنا مصادر أخرى من فيتامين سي، نفس البروكلي، نعم، القرنبيط أو الجريب فروت والكيوي. الخضروات الورقية أيضا تحتوي على نسبة من فيتامين سي، تحتوي على الحديد أيضا، فهو اختيار جيد. والبطيخ أيضا يحتوي على نسبة ممتازة من فيتامين سي. البرتقال، الفلفل الرومي اللي هو الفلفل البارد، الفراولة، الفطايا، الجوافة، هاي كلها مصادر غنية بفيتامين سي، نقدر أن إحنا نخلطها مع المصادر النباتية أو المصادر الحيوانية اللي هي غنية بعنصر الحديد. طبعا في أعراض الواحد يصادفها أو مؤشرات لهذا المرض، من ضمنها نفس ما ذكرتيها في المقدمة، وأيضا هو الإرهاق الشديد، شحوب في الجلد، ألم في الصدر لأن الأكسجين ما يوصل لباقي الأعضاء، تسارع في ضربات القلب، ضيق في التنفس، الدوار والدوخة، وعندنا أيضا برودة في الأطراف، اليدين والقدمين، التهاب. إذا كان النقص جدا حاد يسبب لي أحيانا التهاب أو ألم في اللسان، هشاشة في الأظافر وتساقط الشعر. أحيانا في بعضهم عندهم اشتهاء غير عادي، المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الأتربة أو النشا. للأطفال بيسبب لهم ضعف بالشهية. هذيل كل هاي المؤشرات تدل على نقص الحديد في الجسم. وكيف ممكن نحمي أنفسنا من هذا النقص؟ أو هل في طرق، نفس ما قلنا يعني غير التعزيز، هل في طرق معينة أن نحمي أنفسنا من نقص الحديد؟ بالضبط. طبعا التشخيص سواء هو الفحوصات الدورية بشكل دوري تكون لازم كل 6 شهور، فالإنسان يتأكد أنه عنده نقص من الحديد أو من أي مصدر آخر. فنفضل أن كل 6 شهور الواحد يصير يسوي أي اختبار دم، نعم، لتحديد السبب، عشان يعرف يعني مثلا إذا عنده نقص حديد ولا عنده نقص أي فيتامين معين، نقص أي من منتج أنه لازم يقدر يأكله. فهاي نصيحتي أنا. وطبعا العلاج بيتحدد بناء على حسب الحالة، سواء من نقص الحديد أو من أي معادن أو فيتامينات ضرورية تعتمد لصحة الجسم. شكرا استاذتنا عائشه. بس خلى في شيء يمكن بعد نحن ما ذكرناه، هي خاصه باستهلاك الشاي او المشروبات الساخنه، هل لها علاقه بامتصاص الحديد مثلا؟ خاصه اللي ياخذ مثلا دائما تينا او في اعتقاد ان استهلاك الشاي ممكن يؤثر على مستوى الحديد في الدم. بالضبط، في دراسات بسيطة يعني في بعضهم عارض وبعضهم أكد على أن
علاقة الشاي بامتصاص الحديد، لأن الحديد صعب امتصاصه في الجسم، فعشان شيء أنا ذكرت نقطة فيتامين سي ويا مصدر الحديد، الأغذية اللي فيها مصادر الحديد. فالشاي له علاقة، فيفضل أن يكون ساعتين بين الوجبة اللي هي كانت غنية بالحديد وبين شرب الشاي. بشكل عام يعني إذا استهلكنا وجبة، وخاصة الوجبات الدسمة اللي تكون في منتصف اليوم أو مثلا العشاء أو الغداء، يفضل أن شرب الشاي يكون بينه وبين أي وجبة حوالي ساعتين، صح أستاذتنا؟ بالضبط بالضبط، وخاصة إذا الشخص أوريدي يعرف أنه عنده أصلا نقص في الحديد، أن يتجنب شرب الشاي مع اللي هو النظام الغذائي العالي بمصدر الحديد اللي بتحدده سواء الدكتور أو أخصائي التغذية. الأستاذة عايشة، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، إحنا نوصي دايما على الوقاية وتجنب هذا المرض. طبعا الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن، لأنه يحتوي على جميع المغذيات الرئيسية، بحيث أن أنا بتأكد أنه ما بيكون عندي نقص سواء من الحديد أو أي معادن أخرى، والفحوصات الدورية كل 6 أشهر للتأكد من عدم وجود نقص وأن الإنسان يكون سليم. وأيضا لابد من تناول أطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والأسماك والفواكه مثل الرمان والخضروات مثل السبانخ والبنجر، لأنها أطعمة غنية بالحديد وأيضا فيها فيتامين سي، فبتعزز عندي امتصاص الحديد. ودمتم بصحة. شكرا أستاذتنا عايشة القمزي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. وما أن حدثتنا عن الحديد، نحن نتمنى للجميع بأن يستكملون وجبتهم الغذائية بجميع العناصر اللي موجودة اللي ذكرتها الأستاذة عايشة، من ناحية التنويع أيضا في الأكلات، وتدعيم أو تعزيز عناصر الحديد مصادر من فيتامين سي أو فيتامين جيم بالعربية. ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم بخبرنا الطبي إن شاء الله. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم مرة ثانية مع برنامجكم المتميز، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. ذكركم بأرقام التواصل على 6005514414، وأيضا على الرسائل النصية 4006. خذينا بعض الفقرات المميزة قبل الفاصل، وتحدثنا عن الحديد وأهمية الحديد وكيف ممكن ندخله في الغذاء المتوازن خلال اليوم، وشو علاقته مع المدعمات والمعززات وكيف أهميته. والحين بننتقل إلى خبر أو إلى فقرتنا الطبية، وعن شهر فبراير وخاصة الثاني من فبراير وأهميته في العالم الطبي. حوالي 50 مليون شخص في العالم يعانون من مرض معين، واللي يسمى بالصرع، ما يجعل المرض العصبي الأوسع انتشارا على صعيد العالمي. فاللي تشير في تقارير رسمية أن حوالي 70% من مرضى الصرع يستجيبون للعلاج، غير أنها في الوقت نفسه توضح أن سبب وراء الصرع ما زال مجهولا، وأن الوقاية من هذا المرض المزمن مرتبطة أيضا بالوقاية مما أسمته أسباب الصرع الثانوي. في خلال أو في ضوء الاهتمام العالمي بالتصدي لهذا المرض أو طرق الوقاية للمرض هذا، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الثاني من شهر فبراير من كل عام، وخاصة وجاء التخصيص اليوم للتنبيه بهذا المرض والتوعية عنه ونتعرف على مشاكله. يسعدني ويشرفني أني أستضيف الاختصاصية الأمراض العصبية في مستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة حمدة أحمد، لنتناقش عن موضوع الصرع وأن أهمية الوقاية منه. صباح الخير دكتورتنا. صباح النور، مرحبا.
دكتورتنا في هذا الصباح الجميل، ممكن تخبرينا شوية؟ يعني طبعا نحن عارفين ان هذا المرض يمكن اذا خلنا نقول اصح، اذا صح القول ان ممكن لما حد يسمع هذا المصطلح او مصطلح الصرع يصير عندهم رهبة او خوف، فممكن بس تحدثينا دكتورة شو يعني مرض الصرع، وهل هذا المرض له انواع معينة او تأثيرات مختلفة على المريض؟ صحيح الصراحة، هي مع أنه بالرغم من كونه يعني مرض قديم له مفاهيم خاطئة، فينتج عنها ردود الفعل، مثل أن لما حد يذكر المرض يخافون أنه يحس أنه في شيء، هو بسبب المفاهيم الخاطئة. فهو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الصرع يعني بشكل عام هو نعتبره اضطراب مزمن في الدماغ نتيجة لفرط في النشاط الكهربائي. ويتميز الصرع بقابلية الدماغ لحدوث نوبات متكررة وغير مبررة، وهي ما نسميها بالشكل عام بالتشنجات. فنوبات التشنج هذه تحصل نتيجة لفرط في النشاط الكهربائي، إما من القشرة الدماغية من فصي الدماغ يعني من الجهتين في نفس الوقت فنسميه هي التشنج العام، أو من جزء من الدماغ وما نسميه بالبؤرة الصرعية فيكون التشنج هني جزئي. فأعراض التشنج قد تختلف من شخص لشخص لأنها تعتمد على نوع التشنج ومكان فرط النشاط الكهربائي اللي راح يأثر على وظائف دماغية معينة خلال التشنج. فقد تظهر التشنجات على شكل حركات لا إرادية في كامل الجسم أو جزء من الجسم من شد أو نبضات، وقد يصاحب غياب عن الوعي. فذكرنا أن التشنج ينتج عن فرط في النشاط الكهربائي في الدماغ. هل كل تشنج يعني أن الشخص عنده مرض الصرع؟ أبغي أوضح هاي النقطة، لأن يتم تشخيص الشخص بالصرع إذا كان عنده 2 من النوبات غير المبررة. شو يعني غير المبررة؟ يعني ما كانت ناتجة عن بعض الحالات الطبية المعروفة، مثل اختلال في ملوحة الدم أو اضطراب حاد في وظائف أعضاء حيوية أو انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم. ويمكن تشخيص الصرع أحياناً في حال حدوث نوبة واحدة غير مبررة، مع احتمال حدوث مزيد من النوبات بناء على ما يتم الكشف عنها من عوامل مسببة خلال التقييم الطبي. فبشكل عام يمكن العلاج الدوائي أن يتحكم كاملاً بالصرع، وهذا في أغلب الحالات، وقد يحتاج بعض المرضى للاستمرار بأخذ الدواء لمدى الحياة. أما في بعض أنواع الصرع خاصة اللي تبدأ في عمر الطفولة يمكن تتوقف النوبات ويتعافى المريض منها. وفي ربع إلى ثلث من عدد المرضى يكون نوع الصرع عندهم مستعصي، وقد يتطلب العلاج إلى أدوية متعددة وأحيانا إلى تدخل جراحي للتحكم بالصرع. ذكرتي عن أنواع التأثيرات مختلفة على المريض، هني يمكن أقدر أشرح أن طريقة أن هل التشنج له مخاطر. فإذا كان مصاحب، خاصة إذا كان مصاحب لغياب عن الوعي، فتقدروا تتخيلون يعني غياب الوعي هذا في أي مكان قد ينتج عنه سقوط، قد ينتج عنه إصابة في رأس أو كسور، إذا كان في مكان تجمع مياه قد ينتج عنه غرق أو حوادث السير. والصرع بشكل عام خاصة إذا ما كان متحكم به قد ينتج عنه اضطرابات في الصحة النفسية. في المرأة الحامل إذا مريضة الصرع حملت وما كان متحكم بالنوبات عندها، قد النوبات تأثر على الأم والجنين، مع أن بعض الأدوية قد تأثر على الأجنة. فننصح بشكل عام أن أي مريض الصرع تستشير طبيب الأعصاب قبل الحمل، برغم منها معظمهم ينجبون أطفال الصحاء. ومن المخاطر اللي مهمة أو العواقب المهمة للتشنجات هي اللي احنا نسميه التشنجات المطولة، يعني التشنج يستمر أكثر من 5 دقائق أو يتكرر بدون رجوع للوعي، وقد ينتج عنا ضرر في الدماغ وخلل في وظائف الأعضاء الحيوية مثل الرئة والقلب. وهني في هالحالة يبالى علاج طارئ، وخاصة يعني أن مكالمة يعني يتم التواصل بالإسعاف لجلب المريض مباشرة للطوارئ. نعم دكتورتنا، يعني إذا طولت خلنا نقول النوبة نفسها أكثر عن 5 دقائق أو غير المعتاد وما في إفاقة من بين كل نوبة صرع، فهذا يدل على أهمية التواصل مع الأرقام الطوارئ بأسرع وقت ممكن. نعم دكتورتنا صحيح، لأنه
احنا نخاف على المريض من الضرر، خاصة اذا هو استمر اكثر من 5 دقائق، فاحتماليته انه هو المريض يرجع لوعيه بشكل سريع تكون ضعيفة، فهني يباله تدخل دوائي. بس بعد طبعا في اذا كان المريض تعرض لاول نوبة اغماء يباله هني في هالحالة حتى تواصل مع الاسعاف، لان ما نعرف اذا هي كانت نوبة صرعية او قد تكون مشابهات للنوبات التشنج. نعم دكتورتنا، ما نحن تحدثنا شوي مطولا عن الصرع ويمكن يعني يأثر في فئات عمرية مختلفة، يمكن الخوف الشديد يكون مع الأهالي خاصة إذا كان الصرع اللي يصيب في الأطفال اللي يكونون في سن صغير جدا، كيف ممكن الأهالي ينتبهون لأطفالهم ويلاحظون أي أعراض لهذا المرض والاختلافات اللي ممكن تكون مع أي تشنجات أخرى في عمر صغير؟ في الأطفال خاصة العمر اللي رضع وأول سنة من العمر، في هاي المرحلة تكون الأعراض مو مثل الشخص البالغ، لأن الدماغ بعده صغير جالس ينمو، فالتواصل بين أطراف الدماغ بعده مو كامل، فشكل النوبات يكون مختلف، ومرات حتى يصعب تحليل هاي النوبات، فيكون مو واضح، لأن الطفل يعني يكون يتحرك وايد وفجأة يوقف عن التحرك، يا أن تزرق شفايفه أو يوقف نفسه أو تستويل حركات مثل النقبات في الأطراف. فهني لأن الأعراض ما تكون وايد واضحة يفضل استشارة الطبيب في الأطفال أو طبيب أعصاب الأطفال عشان يراجع وصف النوبات هذه، وإذا كان في حالة بعض الأهالي يصورون النوبات هذه ويشاركونها مع الطبيب، فهني يتم تحليل شكل النوبات، أو قد يضطرون أن يسوون تحاليل إضافية حسب اللي يلقونه يعني من شكل النوبات، مثل تخطيط الدماغ أو مرات فحوصات من الدم أو حتى فحوصات من السائل النخاعي من الظهر. فهني ننصح الصراحة أن المريض الأهالي ودون الطفل إلى طبيب مختص بالأعصاب، أعصاب الأطفال. نعم، فالرجوع إلى طبيب أعصاب الأطفال ممكن يساعد في طريقة الكشف عن الصرع. فهذا في حالة الأطفال، هل في طرق مختلفة أو طرق أكثر للكشف المبكر عن الصرع؟ هي في حالة يعني حدوث نوبات أغماء، خاصة أن تكون أول مرة مثلا المريض يصير نوبة أغماء أو حركات لا عادية، هو هني في هالحالة ما يكون إن الطبيب شاطر، فهني ننصح إن المريض إنه يروح الطوارئ خاصة في أول نوبة له، ويتم تقييمه هاك الوقت في الطوارئ، يراجعون مع المريض التاريخ المرضي إذا في احتمالية إن يكون فيه مشابهات للصرع مثل أمراض بالقلب أو أسباب ثانية يعني تكون، وإذا كان الوصف نوعا ما يوحي أنه تشنج يستشيرون وقتها بالطبيب الأعصاب، وإذا كانت طبعا أول نوبة يفضل اتصال بالإسعاف بس لأنه عشان يتم التعامل معه، يتأكدوا عن العلامات الحيوية والسكر وقتها. يعني دكتورتنا، بما أننا نحن في شهر فبراير والعالم كله يتحدث أو يوعي عن هذا المرض، ممكن تخبرينا شو آخر الأخبار الطبية والمستجدات في هذا المرض على الساحة العالمية، سواء كان من تشخيص أو العلاج أو أي طرق جديدة للكشف أو الوقاية من مرض الصرع؟ تمام، هي أحب أنوه أن أفضل عناية يتلقاها المريض تعتمد على شمولية المرحلة التشخيصية، فما يكتفي نقول أن للمريض صرع، ولكن علينا تحليل نوع الصرع، نوع التشنج والأمراض المصاحبة للصرع، وإذا كان الصرع جزء من متلازمة معينة، وكل ما تبحث أطراف التشخيص يسهل على الطبيب المعالج اختيار العلاج الدوائي الأنسب لكل مريض، فيبدأ التقييم بمراجعة التاريخ المرضي مع التركيز على وصف النوبات مثل ما قلنا من المريض أو من اللي شهدوا النوبات، ويتبع الفحص السريري يساعد في تحديد نوع الصرع. أما الفحوصات فقد تشمل على تصوير الدماغ مثل بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي،
وتخطيط الدماغ يكون لرصد الشحنات الصرعية وفحوصات من الدم ونادرا فحوصات من السائل النخاعي. أما بالنسبة للعلاجات فهناك أكثر من 20 نوع من أدوية للصرع، واختيار الطبيب للدواء المناسب يختلف من مريض لمريض بناء على نوع الصرع والأمراض المصاحبة وقابلية المريض لتعرضها لأعراض جانبية. معنى أكثر من نصف المرضى يستجيبون لأول خيار دوائي بشكل ممتاز. أما بالنسبة لحالات الصرع المستعصي، الآن يمكن التدخل الجراحي. شو يعني الصرع المستعصي؟ معناته إن حاولنا معهم كذا نوع من الأدوية وما كانت في استجابة مرضية خاصة للمريض، فهني يمكن التدخل الجراحي واللي يكون عن طريق استئصال البؤرة الصرعية إذا كان نوع الصرع عندهم جزئي، فيكون استئصال البؤرة الصرعية جراحيا من الدماغ أو فصلها عن بقية الدماغ أو عن طريق زرع جهاز محفز في جانب الرقبة أو في الدماغ، ويعتبر الجهاز هذا علاج تلطيفي لتخفيف عدد النوبات في الحالات المستعصية اللي ما تناسبها عملية الاستئصال، يمكن ما تناسبها لأن عندهم أكثر من بؤرة صرعية أو قرب البؤرة من وظائف دماغية مهمة مثل الذاكرة أو النطق. وفي هاي الحالة يحتاج المريض إلى فريق متعاون متكون من طبيب أعصاب مختص بالصرع وجراح الأعصاب وطبيب أو معالج نفسي وممرضين الأعصاب بالإضافة إلى أخصائي اجتماعي. جميل جدا دكتورتنا، فعالم الطب والعالم الصحي صار في تطور جدا في مثلا من ناحية العلاج في أمراض الصرع، وخاصة ما قلتينا التدخل الجراحي. بس لو دكتورة شوي تفصلينا، التدخل الجراحي مش لكل الحالات طبعا؟ لا، هو للحالات الصرع المستعصية، يعني المريض لما نشوف نحاول قدر المستطاع خلال أول سنة من تشخيصه بالصرع نختار أول دواء، نحاول قدر المستطاع نختار الدواء المناسب لكل مريض. طبعا مثل ما قلنا هو يختلف من مريض لمريض، نحاول قدر المستطاع أن الخيار الأنسب يكون في أول دواء. فإذا ما استوى بنضطر في هالحالة نختار الدواء الثاني، إذا ما صار الدواء الثالث. إذا خلال السنة الأولى من التشخيص ما كانت في استجابة، نشوف هل المريض في هالحالة يبين عليه أنه هو جزء نوع الصرع اللي عنده نوع يعني صرع جزئي، في احتمالية تكون عنده بؤرة صرعية واضحة، فهني نبدأ بعد السنة الأولى من عدم الاستجابة للأدوية، خاصة إذا كانت النوبات أكثر من متكررة، يعني بالرغم من أخذ المريض لأكثر من دويين يعني تتكرر عليه مثلا أكثر من مرة في الشهر، هني إحنا نحاول نشوف يباله تقييم جراحي. الأفضل أن يتم إدخال المريض على وحدة مراقبة الصرع اللي يتم فيها دراسة نوع التشنجات والصرع، وإذا تم يعني تم إيجاد بؤرة صرعية واضحة يتم إخضاع المريض لإصال البؤرة. بس يفضل أن قبل حتى ما نباشر بإصال البؤرة أن احنا نتأكد من الوظائف الدماغية اللي قد تتأثر من العملية. فإذا كانت الوظائف في احتمالية أن تتأثر وظائف ضرورية مثل ما قلنا الذاكرة والنطق، في هالحالة قد نمتنع عن العملية، إجراء هاي العملية، قد المريض يواصل بالعلاج الدوائي أو قد نروح للعلاج التلطيفي الجراحي اللي هو قلنا الجهاز المحفز اللي يتم زراعته في الرقبة أو حتى في الدماغ بدون أي عملية استئصال لأنسجة دماغية. دكتورتنا شكرا على التوضيح. الحين خلنا نتكلم، بما أن نحن تكلمنا في مثلا أماكن مختصة مثلا لمراقبة المريض، إذا أنا صح القول، في الأقسام اللي تكون لها متابعة خاصة لمرضى الصرع، ممكن دكتورتنا شوي بس توضحين لنا في مستشفى راشد وجهودكم الجبارة وقسم الأمراض العصبية كيف يتعاملون مع مرضى الصرع وشو الكفاءات اللي موجودة والتجهيزات الموجودة والخدمات الصحية والرعاية الطبية اللي موجودة أيضا وتوفرها هيئة الصحة خاصة بمرضى الصرع؟ تمام. الحمد لله عندنا في مستشفى راشد في قسم الأعصاب مجموعة كبيرة من أطباء الأعصاب اللي عندهم الخبرة في علاج الصرع، بالإضافة لعدد منهم مختص في الصرع يتم الاستعانة بهم خاصة في الحالات المستعصية.
وعندنا في قسم الأشعة بمستشفى راشد أحدث أجهزة تصوير الرنين المغناطيسي، وزملائنا يقومون بتقييم متخصص لحالات الصرع. وأيضا عندنا قسم الفيزيولوجية العصبية، هني يخضع المريض لتخطيط الأعصاب أو تخطيط الدماغ لدراسة الموجات الدماغية ورصد الشحنات الصرعية، بالإضافة إلى وحدة مراقبة الصرع. هني يدخل المريض كتنويم لأكثر من يوم لدراسة النوبات الصرعية في الحالات اللي ما تستجيب للعلاج الدوائي. طبعا احنا عندنا من ناحية الرعاية الطبية هي تبدأ أول شيء من وين يكون المريض، أول شيء يشوفه طبيب الطوارئ أو طبيب العائلة، يتأكدون إذا في أسباب ثانية تؤدي مثلا لنوبات فقدان الوعي. من هناك يبدأ التحويل علينا ونبدأ في مشوار التشخيصي والعلاجي. فطبعا نفس ما ذكرتي دكتورتنا، معظم الـ 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 العلاجات اللي موجودة أو حتى من ناحية التشخيص وأحدثها موجودة في هيئة الصحة في دبي، ويتم مناقشة أو مراجعة الحالات مع اختصاصيين، مع مختصين في المجال نفسه، مع فرق طبية متكاملة. دكتورتنا، بما أننا نحن بعد نذكر أن نحن في شهر فبراير، شهر التوعية عن مرض الصرع، ممكن بس تخبرين دكتورتنا هل هو في وقاية معينة غير لمرض الصرع؟ هل في دلالات معينة أو مرض الصرع ممكن ينتبهوا لها مثلا؟ وإذا ما يعني إذا فيها، كيف ممكن نساعد المرضى بما أن أنواع الصرع مختلفة نفس ما خبرتينا دكتورة؟ صحيح، هو أول شيء مهم أن المريض يكون عارف نوعية الصرع اللي عنده من ناحية تشخيصية، ويكون فاهم ويعني فاهم من أهمية الأخذ الالتزام بالعلاج بأدوية الصرع، لأن هي بشكل عام إذا المريض التزم بالدواء العلاجي، خاصة إذا هو كان من المرضى اللي يستجيبون بشكل كامل للدواء، التزامهم بالأدوية بشكل عام تساعدهم أن تكون عندهم أفضل جودة من ناحية معيشية. في الجزء الثاني اللي احنا حقنا مهم بعد حد مرضى الصرع، أنه يكون في وعي لأفراد العائلة لحالة المريض، عشان بس يتم مراقبته بشكل عام لنوبات يمكن المريض ما يشعر فيها. فوايد عندنا مهم أن يكون دائما المريض مع شخص من فرد من العائلة، أنه كإجراء للمتابعة عشان نطمن على المريض. فهي احنا بشكل عام حق من ناحية وقائية، احنا دائما ننصح المريض التزم بدوائك، خاصة على أوقات معينة تلتزم فيها، مثلا إذا كان الدوائين أخذ على مرتين باليوم لازم يكون 12 ساعة من بينهم. شيء ثاني تجنب المحفزات، لأن في مرضى عندهم، لأن الدماغ عند مرضى الصرع له قابلية لفرط النشاط الكهربائي، ففي مرات تكون عندهم محفزات معينة أكثرها شيوعا هي السهر أو امتناعهم مثلا عن النوم، يصير مثلا أدوية معينة، فدائما لازم يتأكدون مع الأطباء اللي يصفونهم أي أدوية أن يتأكدون هل أدوية مناسبة ولا لا. إذا كانت مثلا صايبت لهم حرارة أو لقطة عدوى في الزكام، مرات هاي الأمور تحفز، فقد المستطاع إذا يستوي أن يتحكمون بهاي المحفزات، هذه من الأمور اللي تساهم في لجودة أفضل من ناحية صحية ومعيشية. دكتورتنا شو بعد سألتي عن شيء ثاني ولا؟ نحن حابين والله، هو الحديث معك شيق جدا، بس حابين كلمة أخيرة من عندك دكتورتنا حمدة. هو الصرع بشكل عام غير مخيف. ليش؟ لأن معظم مرضانا نقدر نتحكم في الصرع أكثر من نص الحالات، والحمد لله نحن في البلاد عنا الدولة موفرت لنا الإمكانيات كلها اللي تناسب نحن نعتني بمرضانا بأفضل الطرق، والعلاجات كلها متوفرة والحمد لله يعني. ونشكركم بعد جزاكم الله خير على التخصيص يعني فقرة لهالموضوع، لأنه دائما تكون فيه عليه مفاهيم، وإحنا نحتاج أن نوصل لأكثر عدد من العامة لشرح
المفاهيم أو لتغيير المفاهيم الخاطئة الناس اللي موجودة على الصراع نفسه. شكرا دكتورة حمدة، وشكرا لطاقم الصحي الكامل اللي متواجد في هيئة الصحة في دبي على جهودهم المبذولة في كل الاختصاصات. شكرا دكتورة حمدة أحمد، اختصاص الأمراض العصبية في مستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي. شكرا استضافة. نشكر جميع المستمعين معنا اليوم الصبح اللي تابعونا خلال هذه الحلقة المميزة من برنامجكم صحة وسعادة. كانت محدثتكم دكتورة سارة الدلال، ومن الإخراج وائل القواسمة، ومن التنسيق الأخت ميرا الغفلي. نشوفكم باكر أو تسمعونا باكر بإذن الله على خير، ومع السلامة. صحة وسعادة.